31 مستشفى حكومي وأربعة مستشفيات ميدانية بالإضافة لأكثر من 700 مركز صحي موزعين على محافظات المملكة كافة، تعمل جميعها ضمن منظومة صحية متكاملة تسعى لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمواطنين. في المراكز الصحية ومركز الصحة والجسير الشامل هناك يقوم بتقديم الخدمات كخدمة الأمومة والطفولة والطب العام، أيضا إلى خدمة الصحة السنية، إضافة إلى اختصاصات الطب البشري. نقوم بتحويل بعض الحالات التي تستدعي تحويلها إلى المستشفيات، أما باقي المراجعين فيأخذوا الخدمة من داخل المركز الصحي. التأمين الصحي واحد من أهم حقوق المواطنين الصحية التي ضمنتها الدولة، إذ يحمي الفرد من نقص الرعاية الصحية ويخفف من التكاليف المادية الباهظة، إذ بلغت نسبة المواطنين المؤمنين بمظلة التأمين الصحي 72%، بما فيهم التأمين الصحي المدني والعسكري والجامعي والخاص. ممتاز بالنسبة لنا، خاصة بعد ما عملوا بعد 60 التأمين الكبار، هذا كثير ممتاز والله. والله كثير ممتاز، يعني خدمنا كثير. الأدوية اللي بنخدها من هون بروح بسأل بالصيدلية بقول لي بخمسين وبستين دينار حقهم، بطلع بقول والله إنه كتير خدمونا في التأمين الصحي. أنا بعتبره جيد جدا، لأنه بدون التأمين حقيقة الشعب الأردني وضعه سيء جدا، خاصة الأعمار هني عاملينه بعد الستين، يا ريت يرجعوا للخمسين، لأنه كتير في عالم بحاجة لهذا التأمين ما عندهم مقدر يدفع ولا دينار. والدتي مسنة عمرها 85 سنة، بدها صفيحة، على مستوى صفيحة مش مأمنين لها، لنفرض أنا ما معي تأمين صحي، كعمرها لازم تكون مأمنة. التأمين الصحي ممتاز، كويس، ما في عليه أي خلل، يعني خدمات ممتازة. يعني كتأمين بغطي لي العمليات، بغطي لي المراجعات، بغطي لي كل شيء الحمد لله بدون ما أدفع أي شيء. ولأن الكوادر الطبية هي عمود القطاع الصحي، عملت وزارة الصحة على وضع خطة ترفع من كفاءتهم الصحية من خلال تبني سياسة إعادة توزيع الكوادر حسب احتياجات المنشأة، وعملت على ابتعاث الأطباء للتخصصات الأساسية والفرعية داخل المملكة وخارجها بهدف تعزيز وتمكين الكوادر الصحية بما يخدم المواطن ويحفظ سلامته. مجد قصير، المملكة، عمان.